أستاذ عبد السلام ياسين. بعد ذلك تيسر لي أن أزوره أكثر من مرة، فكان المجلس هو المجلس في ابتسامته الحلوة وأخلاقه الرفيعة. وإن كنت أذكر أو إن كنت أنسى فلا أنسى دائما أن أذكر أن طبيعة المربي تؤثر في أتباعه، ومن ميزات تلاميذ الأستاذ عبد السلام ياسين على غيرهم من أبناء الحركة الإسلامية هي ذلك الخلق الرفيع الذي يسميه المغاربة الصواب. تجد عندهم من الصواب والكلمات الرقيقة والأدب في الحوار ما قد لا تجده عند غيرهم من أبناء الحركة الإسلامية. وما ذلك إلا لموضوع الإحسان. الإحسان هو الخلق، هو الأخلاق الرفيعة التي يتربى عليها المرء. ولذلك دائما أقول إن من أكبر أزماتنا في الحركة الإسلامية هي أزمة الأخلاق، وهذه أزمة الأخلاق هي التي تظهر عند الخلاف أو عند أي لحظة من اللحظات، فينفجر الأمر على سوء خلق، على قلة أدب مع الكبار أو الصغار، على عدم احترام. هذا الأمر يتميز به تلاميذ الأستاذ عبد السلام ياسين في أخلاقهم، في كيفية تدبيرهم لخلافهم مع غيرهم. هي شهادة يعني أذكرها في هذا الموطن، ويعني الذكرى ترجع بالإنسان دائما إلى الذكريات الجميلة والحلوة عن الإنسان الذي نستحضر ذكراه. حقيقة الكلام كثير في ما يمكننا أن نذكره أو نتذكره في هذه الذكرى، ولكن يعني في الكلمات القليلة ما يفي بالغرض. والحمد لله وصلى الله على رسول الله. استحسن الكتاني لم أعرف به، لأن في كلمته عرف بنفسه، فهو ينتمي إلى عائلة عريقة في العلم، وهو من الذين ابتلاهم الله عز وجل وصبر، وهو من العلماء الأجلاء في هذا الوطن. وأسأل الله عز وجل أن يحييك وأن تحيا بك القلوب وأن يزيدك عزا وسؤددا. بارك الله فيك. We'll be right back.